مشاهدين السلام عليكم، لاباس بخير هانيين هو سيدي، الحمد لله والشكر لله. مبارك عواشركم، الله يتقبل الصلاة والصيام. يا رمضان مشى داز، ولكن غادي هاد العام اللي تيقول لك رمضان داز، رمضان باقي زاكي في بلاصتو. رمضان الشهر ديال رمضان ديال هاد العام هو اللي مشى داز، ما حنا اللي دايزين رمضان راه باقي في بلاصتو. ايوا سيدي الحمد لله، تعيدوا تعاودوا تصوموا تعاودوا نعيدوا ان شاء الله. راك الضياف راك الكرام، الضياف كما قالوا سيادنا الاولين، تسمعوا هذه ديال الضياف، تيقولوا لك الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط، ولكن غير هادشي اللي عارفين فيها صافي. الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط، ولكن راه بشرط، راه ثلاثة على مول الدار فرض، وثلاثة على الضيف فرض. أما هما هاد ثلاثة، قال لك الضيف يقبل باللي حضر، يقبل بداكشي اللي عطى الله، وما يبقاش يتنظر، ماشي يدخل للدار ويبقى يحنزر في الدار وفي البيوت وفي مالين الدار، شكون اللي دار شحال من ولاد عدو، هذا البيت مفرش هذا ما مفرش، هذا مصلوح هذا ما مصلوح. ها حنا ولينا تاني في شلة، وما يمشيش هاي تخبر، يقبل باللي حضر وما يبقاش هاي تنظر، وما يمشيش هاي تخبر، يقبل بداك الشيء اللي عطى الله، وما يكثر كما قلنا حنا التحنزير في الدار ولا في مالين الدار ولا في المحلات ولا في كل شيء. وما ملي يخرج الى ما مهليش ولا ما عندنا غرض ما يمشيش، يخرج يبقى يعاود مشى يخبر في عباد الله، كلت ولا ما كلت، وهذا اللي غا الخزوة تايوا يوم اللي عرفتيه ما عندوش، جيب ليه اللحم ولا جيب ليه الزيت ولا جيب ليه العسل. انما دخلك شي واحد للدار راه فرح بيك، ولكن قبل بداك الشيء اللي عطى الله، داك الشيء اللي كلتي الله يخلف الله يجعل البركة، هذا هو قد الحال ديالو، الله يجازيه بخير. ومول الدار عليه ثلاثة هو مفروضين مشروطين عليه، قال لك مول الدار يعطي الضيف ملي يدس، يعطيه ملي يدس الحاجة اللي دسيتي هي اللي خزنتيها، خزنتي شي لويزات شي عسيلة شي جبيدة بلدية شي حليوات خزنتيهم على حساب الضيف، يعطيه شوية منهم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، خاصك تبقى مريح معاه وتونسو حتى ينعس. والشرط الثالث، تمشي معاه حتى ايس صافي، كان اشرب كاع داكشي اللي قسم الله، نهار ولا يومين الله يعطى الله، بغى يخرج خرج تصيفط معاه وسير معاه تال كيما تنقولوا حنا عند الكام عند الطوبيس ولا المهم ولا عند السياره ديالو، الا جابها لبرا ولا خلاها في شي بلاصه حتى يركب ويمشي بخير وعلى خير، عاد تصيفط معاه. هادو هما ثلاثه، ماشي يجي عندك وما تعمر معاه لا سوق لا والو، تجيب ليه شي حاجه ما ياكلو تمشي تخليه وحده حتى ينعس ولا يقعد ولا يقول لك بالسلام عليك، وتقول ليه الماء والشطه حتى البحر، لا خاصك تضحك في وجهه وتخرج معاه حتى يسر حتى ايس وتصيفط معاه. هادو هما الشروط ديال الضياف، هي هذيك. كما قلت لكم بلا ما يبقى واحد يحنزر، تيعاود لي واحد السيد قال لك دخلت واحد الضيف، قال لك عجبته الوقت ما جا كاع عندي، قال لك دخلته ندير له اتاي ياكل لي قسم الله، قال لك دخلت قدامه وانا نقدمه، قال لك المحل ديال الضيف لهاد الجهه، هو قال لك واقف وتيشوف جهه اخرى، بقى قال لك واقف وتيحنزر جهه اخرى، حلف ليا هو قال لي ما عمر هضري ما عمرو يجلس فيها هكاك راه لا. انا براسي تنمشي عند شي واحد ضيف، الله تيشهد عليا ولا يدخلني شي واحد ضيف، خصني ما نريحش على قود الشرجم، حضر شكون اللي داي شكون اللي غادي شكون اللي جاي، ولا على قود الباب، خاص واحد يحترم شويه، واخا دخلتي للدار يحترم شويه، تبغي تتقرض عرف فين تقرض،
الا كان استرجم تيشوف وسط الدار انا تنوالي ليه الدار. هذه هي ديال الضيف اللي دي تسمعوا، الضيف ما يتشرط مول الدار ما يفرط، راه هي هذه. ايوا مبارك عواشكم وخليت لكم الراحه، وتعيدوا وتعودوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.